ورجع لكم تاني. ده كان تقرير من محافظة الأسكندرية وافتتاح أكاديميات الظهور بمدينة الأسكندرية بقيادة طبعا الكابتن أحمد عويضة والكابتن عمرو عويضة والكابتن إبراهيم علي من المدربين الأكفاء، وطبعا منظومة جيدة طبعا طبعا بتكتشف المواهب وتسويقها للأندية، ودي حاجة كويسة جدا بمدينة الأسكندرية. انضم الي طبعا في الاستوديو اللاعبين الجيدين المميزين، اللاعب عاصم جامع مواليد 99، لاعب نادي الاتحاد السكندري سابقا والمنضم حديثا لنادي الزرقاء الرياضي مواليد 99. اهلا وسهلا عاصم. اهلا بك. مبروك حبيبي. الحمد لله. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. وطبعا معايا الحارس الجيد، الحارس الموهوب، حارس مرمى المنصوره وغزل المحله وطنده والمنضم حديثا ايضا لنادي الزرقاء الرياضي مواليد 2002، اللاعب محمد سعيد. اهلا وسهلا محمد. اهلا بك. الحمد لله. كله تمام. كله تمام. عاصم كلمني كده في البدايه عن بدايتك في كره القدم وبدايه انضمامك لنادي الاتحاد السكندري. هو والله يا كابتن يعني اول ما بدات كنت بدات في نادي سيد المحله هنا تمام. في القاهره. وقعدت فيها موسم واحد، وبعد كده انتقلت لنادي طنطا قعدت فيها موسمين. وبعدها رحت نادي الاتحاد السكندري لعبت معهم موسم واحد. اختبروك ولا شافوك في نادي الصيد المحله ولا تم اختيارك ازاي؟ ولا انت اللي رحت كاختبار ولا هم شافوك في مباراه معينه؟ لا كنت رايح تبع كابتن اسمه كابتن احمد سعد هناك، هو اللي كلم الكابتن صلاح عرفه وقال له عليا نزلت معاه. كابتن صلاح عرفه لما كان ماسك رئيس القطاع. رئيس القطاع في الاتحاد السكندري. مين اللي مرنك بقى؟ الكابتن اشرف عبد الحليم مانجا. كابتن مانجا من الناس المحترمه والكويسين. نزلت معاهم يعني وتمرينتين كده وكنت كويس، فالكابتن اشرف مضاني يعني ما اخذتش وقت كتير يعني هناك. وبدات فعلا تشارك في مباراه الجمهوريه. وبدات معاهم بعد التسجيل على طول، كنت اول مباراه بعد التسجيل لعبتها الحمد لله يعني. الحمد. مركزك ايه بقى؟ بلعب هاف وفيرويد وصانع العاب يعني المثلث قدام، بس اساسي هاف. سوبر يعني. عايزينك كده تبقى سوبر ان شاء الله. ان شاء الله. وبرده يعني عايزينك تبقى حاجه كويسه كده في نادي الزرقاء. ان شاء الله ان شاء الله. محمد سعيد واللي حراسه المرمى بقى اللي بنعاني منها يعني انضمام جيد وحاجه كويسه، بدايتك كانت في نادي ايه قبل ما تسافر تركيا؟ انا بادئ الحمد لله في بلدي نادي اسمه شباب بدوي. تمام. ده بلدي. ده اللي انت نشات فيه. نادي متربي فيه وبيتي. وبعدين رحت المنصوره اختبارات، فالحمد لله قعدت هناك سنه، وبعدين طلعت على المحله غزل المحله وقعدت هناك سنه برضو. مع مين؟ مع كابتن ابراهيم عيد وكابتن خالد رئيس القطاع. كابتن خالد. بعدين رحت طنطا، انا قعدت هناك 3 4 شهور ما طولتش يعني، وجت السفريه وسافرت بقى على تركيا. تمام. قعدت هناك سنتين. كلمني كده عاصم بالنسبه برضو يعني انضمامك لنادي الزرقاء وطموحاتك في هذا النادي. يعني ان شاء الله كابتن يعني واخد كده عهد من نفسي اللي انا ان شاء الله احقق معاهم نتائج كويسه ومباراه كويسه وابص المستقبل يعني عالي اعلى، يشرف يعني مستوى يكون عالي يعني. اللي انت مثلا تشرف نفسك وتشرف النادي اللي انت بتلعب له. انا اتنقلت من نادي الزرقاء لنادي كويس. محطه كويسه. محطه كويسه طبعا. نادي الزرقاء ممتاز به، ماشيين كويس، فدي محطه زي بدايه يعني ليا كده كلاعب في نادي الزرقاء ان شاء الله. كلمني كده يعني تجربتك في الاحتراف بره في تركيا محمد سعيد. والله يا كابتن هي كانت تجربه كويسه، واول ما رحت خلصت في فرقه درجه اولى اسمها مينيمينسبورغ، بس ربنا ما اردش بقى، الاقامه اتاخرت قعدت 6 شهور ما طلعتش، فالنادي خلاص صرف نظر، فبدات من الصفر. خلصت في نادي درجه ثالثه اسمه تيرا. تمام. تيراسبور قعدنا فيه 4 شهور. شاركت في المباراه فيه؟ والله احنا قعدنا فترتين، قعدنا نعمل فتره اعداد شهرين ولعبنا اول ماتش، وبعد كده الكورونا جت لغت الدوري خالص. تمام. كلمني كده عاصم بالنسبه ل يعني انضمامك لنادي الزرقاء وطبعا هدفك الفريق الاول. هو بصراحه يعني هدفي في الفريق الاول ان انا
يعني انضميت لنادي الزرقاء وهدفي كلاعب فيه. طبعا اي لاعب بيبص طبعا اللي هو بيخش اي نادي اللي هو طموحه اللي هو يطلع فريق اول، فاكيد يعني طموحاتي ان انا اطلع فريق اول وابقى كويس ويظهر معهم بشكل كويس واحقق معهم نتائج كمان كويسه واكون كويس معهم ان شاء الله. ان شاء الله. لو في شويه صور كده علشان بس نعرضوها كده، صور اللاعبين معاك ماشي. طبعا ده صور عاصم وهو مباراه ضد مين يا عاصم دي؟ كانت الاسماعيلي، مباراه ضد الاسماعيلي كان الاسماعيلي والاتحاد. انتهت بفوز تفتكر؟ الاسماعيلي. تمام. ده برضو مباراه المقاولين في الجبل الاصفر ولا اسكندريه؟ لا كانت في اسكندريه. عاصم لحظه انضمامه طبعا وتوقيع عقود نادي الزرقاء الرياضي. طبعا محمد عبد الباري لعيب من اللعيبه المميزه الموجودين في القطاع، ومعه الكابتن طبعا الكابتن اشرف واللاعب عمر رمضان واللاعب علي اللعيبه المميزه. ده مباراتك مع النادي الاهلي؟ مع النادي الاهلي. كان في اسكندريه ولا في القاهره؟ لا في الاسكندريه اتحاد هنا. في اسكندريه. الاهلي كسب ولا انتوا كسبتوا؟ لا الاهلي كسب 3-1. ايوه. تمام. صوت محمد عبد الباري مهاجم فريق 2000 بنادي الزرقاء، مهاجم قوي جاي لنا ايضا من نادي الجونه، وطبعا طلاع الجيش ومهاجم قوي من اللي هم يمتازوا بالقوه الجسديه. انت رقم 30 يا عاصم؟ كنت واخد رقم 30 في مباراه النادي الاهلي برضو. طبعا بنعزي انفسنا وبنعزي نادي السكه الحديد بمدينه الاسكندريه في وفاه اللاعب احمد كوري مواليد 2004 اللي توفى اثر سكته قلبيه في احدى مباريات دوري الناشئين في بملعب الاسكندريه. ولكن احنا مش عايزين نلوم الاتحاد، ولكن عربيه اسعاف المفروض تبقى متواجده. طبعا اللاعب محمد سعيد حارس المرمى اللي موجود معانا في الاستوديو. صورته ده محمد؟ حبيبي. طبعا ده نفس السيستم. طيب ماشي كده على طول. ماشي. طبعا اللاعب برضو عاصم لاعب ممتاز جاي جدا، وان شاء الله يكون له كل التوفيق في قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي ان شاء الله. معنا الكابتن احمد عويضه المدير الفني لاكاديميات الزهور بمدينه الاسكندريه. اهلا وسهلا كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ والله حضرتك وحشني كتير. انت وصلت البرنامج كلها والله. ايه جو اسكندريه عامل ايه؟ ما نزلتش بقالي اسبوعين اهو. والله اهو كويس الحمد لله، بقاله النهارده حوالي 4 ايام كويس كده اهو. الحمد لله. كابتن احمد، يعني الاكاديميات وبالاخص الاكاديميات اللي بتسوق لعيبه، الهدف الاسمى لهذه الاكاديميات يا كابتن احمد بما انك المدير الفني لاكاديميه الزهور بمدينه الاسكندريه؟ الو. ايوه كابتن. قول لي يا كابتن احمد، الهدف الاسمى بالنسبه للاكاديميات يا كابتن احمد هدفها ايه؟ والله بص يا كابتن، احنا اول حاجه احنا هدف الاكاديميه ان احنا نعلم اللاعب المهارات الكويسه، ونعلم اللاعب الاخلاق، ونهتم باللعيبه الكويسه، واللعيبه اللي مش كويسه نخليهم برضو باذن الله يكونوا كويسين معانا. تمام. والهدف الاول والاخير اللي احنا بنبتعد تفكير الاشبال المميزين والاشبال والاطفال على الاشياء الظلوم والدور المجتمع المحيط بهم. تمام. والهدف لاكاديميه الزهور ان احنا نطلع مواهب كويسه باذن الله. المدربين يا كابتن احمد في الاكاديميات بقى، المدربين يعني حاصلين على دورات، مدربين معتمدين، برضو نتكلم عن المدربين لان اولادنا دي امانه. والله يا كابتن انا بيجي لي المدرب لازم يجي لي السي في بتاعه، لازم يكون تبع عضو تبع نقابه المهن الرياضيه. تمام. تمام. او يكون حاصل مثلا على شهاده كليه التربيه الرياضيه. تمام. تمام. وبناء عليه اللي انا بقبله وبشوف اسلوبه مع الاولاد، هل هيفيد الشبل وافكاره المميزه ولا لا، فبعمل له كذا اختبار عشان ادخله في الاكاديميه يكون موجود من ضمن المدربين الموجوده المنظومه الرياضيه. والكابتن عمرو عويضه بقى عامل شغله كويس فعلا في الاكاديميه، يعني من الشخصيات المحترمه. الكابتن عمرو عويضه ده اخي الكبير والله، طبعا شخصيه محترمه، ولكن الكابتن عمرو شخصيه محترمه جدا ومدرب ناجح، وباذن الله يعني نطلعه كدوت لعيبه للاهلي وللزمالك، وعلى فكره احنا بنسوق برضه خارج مصر. تمام. يعني باذن الله يكون في فرص كويسه للعيبه كلها اللي عندنا باذن الله. ربنا يوفقك كابتن احمد، شكرا جزيلا كابتن احمد عويضه المدير الفني لاكاديميه الزهور
مدينه الاسكندريه. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، ولا كمان دقيقتين؟ كمان دقيقتين. قول لي محمد سعيد كده، بالنسبه لطبعا تجربتك بره، في استفاده واعد في يعني شويه السفر اللي انت سافرتهم دول، في استفاده؟ لا، في استفاده جامده، بتاخد ثقه في نفسك، بتاخد خبره، بتتعامل مع ناس اجانب، بتتعامل مع فكر تاني، جو اوروبا كده يعني. تمام، دماغك بتكبر. طب قول لي كده محمد سعيد، بالنسبه ل يعني بدايتك وانضمامك لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء، طموحاتك بقى، هل الهدف الاسمى الفريق الاول ولا واخدها محطه لنادي اخر؟ لا، انا ان شاء الله باصص على الفريق الاول، ما انت ما حدش هيبص عليك في الناشئين، فلازم تحط هدف فريق الاول عشان تتسوق والناس تشوفك وناس تبص عليك. فان شاء الله انا حاطط هدف فريق اول، وان شاء الله قريب يعني ان شاء الله باذن الله. عاصم كده قبل ما اختم معاك، كلمني عن تجربتك، هل فعلا عندك الرغبه اللي انت تسافر بره طموحاتك، ولا الاقتصار الطموح هنا في مصر؟ لا، هو اكيد اي لاعب طموحاته ان هو يسافر بره ويعيش تجربه وياخد ويشوف الجو في المباريات عامل ازاي، واكيد يعني بره يعني بتاخد خبرات اعلى وبتتعامل مع ناس كويسه، فاكيد السفر بره طموحات كاي لاعب يعني. قول لي محمد سعيد، انت مع هذا القرار ام ضد هذا القرار اللي هو قرار استخدام اللاعب الحراس المرمى الاجانب للدوري المصري؟ والله هو ضد ولا معاه؟ لا، انا ضد طبعا. ضد حارس المرمى. عندنا ناس كويسه قوي هنا، وعندنا قطاع ناشئين في مصر كويس جدا، بس انا شايفها فكره مش كويسه خالص يعني. بس احنا عملنا طفره في الفتره اللي كان فيها عدم استخدام لاعبين او حارس مرمى، حراس مرمى اجانب، طبعا كان في حراس مرمى ظهروا بمظهر طيب بقى. في حاجه كويسه في هذا المركز الحساس للانديه والمنتخبات المصريه، طبعا طلع ناس كتير كويسه، ولكن انت مع ضد هذا؟ لا، مع ضد. في الختام حابب تشكر شكر خاص لمين يا عاصم بقى؟ حابب اوجه شكر خاص اولا لوالدي، لانه تعب معايا بصراحه. ربنا يديله الصحه كده، وانا شايفه بصراحه معاك من سبعات. ربنا يديله الصحه يا رب ويطول في عمره. حابب اشكر الكابتن ايمن والكابتن اشرف، والشكر لله بقى يعني، الحمد لله يعني ربنا موفقني في مشوار يعني ككابتن اشرف. بعد ما مشيت من الاتحاد وكده كنت خلاص يعني فقدت الامل. ربنا يوفقك كابتن اشرف، يعني كابتن ايمن طبعا، كابتن ايمن وكابتن اشرف كلموني. ايوه، وجابوني النادي الزرقاء، وان شاء الله اكون معاهم. انتوا لعيبه مميزين جدا جدا، وبناخد يا جماعه اللعيبه المواهب، اللعيبه المواهب بتنضم الينا وطموحاتهم الفريق الاول ان شاء الله باذن الله. محمد سعيد، اخيرا توجه شكر خاص لمين؟ والله شكر الاول لربنا سبحانه وتعالى، ثم اهلي، والدي وامي واخواتي. تمام. والكابتن اسلام امين كابتني، هو اللي مربيني، وكابتن اشرف، كابتن ايمن، كل الشكر ليهم، هم اللي وصلونا هنا، وربنا يخليهم لنا يعني. ربنا يوفقكم كده يا رب، تشوفوا حاجه كويسه ان شاء الله، ونسعد بيكم ان شاء الله. في ختام هذه الفقره بشكر اللاعبين الجيدين المميزين، ان شاء الله يكونوا اضافه جيده لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي، واضافه ايضا للفريق الاول بنادي الزرقاء الرياضي، احد انديه الممتاز به. هنطلع لفاصل ونستقبل اللاعب الجيد، اللاعب محمود عماد، مواليد 2003، بنادي الزرقاء الرياضي.